السيد هذا اللي قابلته قلت له بلغ في الفيسبوك قلت لهم والله فلان راه تبدو فلان وراه حافر البحوث وراه رادي يتحسبوا 100 وهو واحد راحوا بلغوا الدوله طولت شويه الدوله ما جات صدفوا عليه جماعه قالوا يلا ندخلوا عليه قالوا يلا ورينا الحوش قال لهم يلا بصح بعدوا لي القلم وبعدوا لي الكورت وبعدوا لي السيتيرال وهو دايروا ثم بالضبط اخرين يفتشوا منا وواحد دخل قافز راح من هيه لقاه لقاه دايروا زوج بوطات منا ومنا دايروا في واحد الكراج في واحد لاكار واللحيه اجروا 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 قالوا ها هو يا ايه لقاو الحاج اليوم سؤال اللي يبقى مطروح إيه؟ كيفاش حتى الانسان هذا ما بينه وما بين المنزل تاعو بضع الامتار إيه؟ كيفاش ما قدرش يخرج من الدار هذيك ويروح للدار الطفل واش حط حنا شوف احكي لا قال ولدي اليوم في الدار هذه ما شتا ما تبعد سوا إيه بعض الامطار بعض الليترات بارك مش ياسر بصح عنده حاجه دايرينها له قال هو قال لهم حسب ما نسمع قال لهم يا ودي نخزر فيك دون نلقى ما نطيق دون نخرج ما نطيق الحاجه اللي دايرينها ما نعرفش شنو المغناطيس هذه اللي دايرين عرفنا واش عرفنا كذبه ما عرفناها جنون ما عرفناها انسان يخزر بويو يخزر خوه يخزر بن عمو وما يتكش يجي والله يهدى واش تميز ايه حاجه ما نعرفش عارف منين فيها كذبه ولا فيها حاجه رسم ياه ايه ايه كيف السيد يقول الانسان سمعه تاعو تعرفه حسب ما راهم يقولوا هو قالها هو كي خرج قالوا على ما تخرج قال ما نطيقش قال لهم نجيدوا نخرج ما نطيق نجيدوا نهدر ما نطيق قال لهم نخزر في بوي ونخزر في اخوالي ونخزر في اعمامي ونخزر في حاجه